وقد سجلت مصالح مفتشية العمل في هذا الشأن خلال سنة 2017 ما يقارب 41,745 عامل لم يستفد من التغطية الخاصة بوسائل الحماية الفردية والجماعية، مما أدى إلى تحرير 5379 محضر مخالفة أرسلت إلى الجهات القضائية المختصة. هذا يدل على أن المفتشية تقوم بالعمل تاعها. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المصالح وبغرض تعزيز المراقبة في هذا الميدان تقوم بصفة دورية تنفيذا لبرنامج القطاع بإجراء تحقيقات وتفتيشات معممة تخص ميادين ذات صلة بميدان الوقاية من الإخطار المهنية وطب العمل. فعلى سبيل المثال، أجريت عملية تفتيش معممة حول الأخطار الكهربائية والحرائق على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري سنة 2017، حيث تمت زيارة أكثر من 2500 مؤسسة مستخدمة معرضة لهذه الأخطار، تشغل أكثر من 173 ألف عامل، منهم 2087 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص و 282 مؤسسة عمومية و 132 مؤسسة خاصة أجنبية. يعني التفتيش يخص كل القطاعات، حيث أسفرت نتائج هذا التفتيش على تسجيل أزيد من 1,752 حادث عمل و95 مرض مهني، مما نتج عنه تحرير 3,892 محضر، منهم 367 ملاحظة و 3,425 إعذار و100 محضر مخالفة.